عاصم يقول أنه جمع أهله حالة كونها حائضا، تعلمون أن الحائض لا يجوز جماعها لقول الله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني ينقطع الدم وترى السائل الأبيض القصة البيضاء. فإذا تطهرن يعني اغتسلنا، لأن زيادة المعنى زيادة المبنى زيادة في المعنى. فإذا طهرن فأتهن من حيث أمركم الله. فالجماع في الحيض حرام. عائشة تقول: كانت إحدانا إذا حاضت أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزر بإزار ويباشرها فوق الإزار. ولما سئل كما في صحيح مسلم: ما حق الزوج على زوجه إن كانت حائضا؟ قال: افعلوا كل شيء من تقبير، من ضم، من مؤانسة، من ملاطفة سوى النكاح، يعني لا جماع. قال: افعلوا كل شيء سوى النكاح، يعني دون الجماع. نعم، هنا ارتكب خطأ أخونا الفاضل أستاذ عاصم فجامعها في الحيض. إذا كان جماع في الحيض هناك أقوال ثلاثة في هذا الباب، يعني بعض العلماء يقولون: من جامع امرأته حالة كونها حائضا فإنه قد أتى كبيرة، والشافعي قال بذلك، قال: أتى كبيرة. والجميل على أنها معصية ولم يحدد كبيرة أم صغيرة. وقالوا: ولا كفارة عليه، وعليه أن يتوب، وعليه أن يتوب إلى الله توبة نصوح لأنه أتى معصية فيتوب. القول الثاني بأن عليه كفارة إما نصف دينار أو دينار على الاختيار، لأن النبي قال: من أتى امرأته حالة كونها حائضا قال: فليتصدق بنصف دينار أو دينار. بعض العلماء قالوا: لا، هي ليست على الاختيار، بل تقسيم نصف دينار إن انقطع الدم ولم ترى القصة البيضاء، دينار إن كان باقي الدم ولم ينقطع. عامة الحق أن الحديث ضعفه كثير من العلماء، وبعض العلماء حسنه عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، فمن قال بتحسين الحديث قال كفارته هو مخير بين نصف دينار أو دينار. نصف دينار أو دينار. قد تصل كفارة ل 1200 أو 1300 جنيه في واقعنا المعاصر، يعني الدينار أو نصف دينار. نعم. وهذا القول الثاني. ومن قال بتضعيف الحديث قال: ما عليه إلا التوبة. الأحوط أن يتصدق بصدقة وأن يتوب إلى الله توبة نصوح. جزاه الله خيرا على سؤاله.